القوات الأوكرانية تستمر بتوجيه ضربات عنيفة للغاية للخطوط الخلفية للقوات الروسية واليومين على التوالي، وهذا جاء بتفاصيل مثيرة للغاية قد نشرت اليوم أو حتى يوم أمس قد نشرت عن عملية ضربة بحسب وكالة دانييتسك الإخبارية التي هي تحت سيطرة الروس، وكذلك في نفس الوقت برافادا الأوكراني. وأيضا الحديث يأتي من وور غونزو الروسي عن ضربة جاءت محورية على إحدى المستودعات النفطية المهمة للغاية في ماكييفكا. جاءت وكالات الأنباء الروسية وهي تصور طبيعة النار وهي تشتعل في هذا طبعا المستودع النفطي الذي ترونه، وهي تعتبر ضربة محورية. لاحظ كيف أن الانفجار كان كبيرا في هذه الصورة، في هذه الصورة الأخرى التي ترونها. وطبعا جاءت الصورة صباح هذا اليوم بهذا الشكل بعد أن أطفأوا طبعا النيران التي اشتعلت في هذا المستودع النفطي الموجود في هذه المنطقة المهمة في دانييتسك بهذا الشكل الذي ترونه. كانت هنالك لقطة مثيرة من زاوية مهمة للغاية وضحت لنا نوعا ما أين من الممكن أن يكون هذا المستودع النفطي الذي نتحدث عنه الآن من توهج النار. وضحت بأن هنالك نوع من الجبال أو المرتفعات التي تأتي خلف هذه النقطة، وبالتالي إذا ما حاولنا أن نستفيد من هذه الصورة التي ظهرت لنا عند توهج النار طبعا بكل تأكيد سنلاحظ أن هنالك علامة مهمة للتضاريس أو لشكل الجبال بهذا الاتجاه. ترى بأن هنالك أشجارا طبعا بالقرب من هذا المستودع النفطي، وأيضا نحن أمام منخفض بهذا الاتجاه، منخفض آخر بهذه المنطقة، هنا مرتفع أول، مرتفع ثاني، وأيضا مرتفع ثالث. إذن يجب أن نبحث عن هذا المستودع النفطي أو النقطة النفطية التي دمرت طبعا وخلفها هذه الجبال، وبالتالي بالتوجه للقمر الصناعية الآن بسرعة إلى دانييتسك. هذه هي دانييتسك التي ترونها طبعا، وبالذهاب هنا دانييتسك خلفها تأتي ماكييفكا. لنتوقف هنا طبعا، بالتوقف في هذه النقطة ستلاحظ بأن النقطة الوحيدة التي تأتي فيها المرتفعات حقيقة هي هنا في هذه الجبال التي ترونها في ماكييفكا، منطقة سيطرت عليها القوات الروسية منذ عام 2014، لم تعد تحت سيطرة الأوكرانيين. وبالتالي إذا ما حاولنا الهبوط إلى هذه المنطقة وأن نبحث عن طبيعة هذه المستودعات إلى جنوب هذه الجبال التي ترونها تحديدا، إذا ما ذهبنا إلى هذه النقطة ونحاول أن نتوقف سنلاحظ بأننا أمام مستودعين، هنا مستودعات أو خزانات نفطية بهذا الاتجاه، وأيضا هنا نوع من المصافي أيضا التي تأتي هنا، وبالتالي يجب أن نفحصها مع الجبال التي تأتي في الخلف هنا أو التي تأتي في الخلف هنا. واحدة منها هي التي يبدو بأنها انفجرت، دعونا نفحص هذه المستودعات الموجودة النفطية التي تبدو محورية طبعا بكل تأكيد، ونحاول أن نقارنها مع الجبال التي ظهرت طبعا، وسنلاحظ بأننا فجأة أمام نفس العلامات التي لاحظناها هنا، هنا منخفض، هنا منخفض، جبل أول، ثاني، ثالث، ويؤكد هذا الأمر أن الانفجار جاء في هذا المستودع الذي ترونه، وهو يأتي بعد ساعات فقط من انفجار قد طال نقطة قريبة من ماكييفكا. ماكييفكا كانت قد واجهت ساعات نارية في حقيقة الأمر، وخاصة إذا ما ذهبنا الآن وحاولنا أن نذهب إلى منطقة قريبة منها ستلاحظ أن هنالك مستودع، وهذا المستودع تبين بأنه مستودع للسلاح، كان قد تعرض لانفجار كبير للغاية. نشرت مقاطعه من إحدى طائرات الدرون الأوكرانية بهذا الشكل الذي ترونه، انفجارها ليس بالعادي أبدا في هذه المنطقة. بالتالي نحن أمام ضربات لنقاط للنفط للوقود، وأيضا ضربات لمستودعات تأتي بالسلاح طبعا، أو مستودعات سلاحا للروس، واستخدمت فيها طبعا صواريخ الهايمرس الأمريكية بحسب التقارير التي نشرت تحديدا من الجانب الروسي والجانب الأوكراني. وطبعا هذا الانفجار جاءت عنه صور محدثة طبعا في الأقمار الصناعية. هنا كما تلاحظون قبل الانفجار، نقترب من الصورة قليلا، هنا قبل، هنا بعد، لاحظ الدمار الذي جاء لمستودع السلاح الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. وأيضا الانفجارات استمرت في ماكييفكا، القصة لم تنتهي أبدا. فبرافادا الأوكراني وحتى وسائل إعلام روسية كانت قد تحدثت عن هذه المسألة في حقيقة الأمر، أن هنالك منطقة قريبة من ماكييفكا تسمى ياسينوفاتا التي ترونها أيضا
تعرضت إلى انفجار لم يكن بالسهل أبدا، وواضح جدا بأننا أمام مصفات أو هي في حقيقة الأمر سكة حديدية كانت فيها عملية نقل لسيارات النفط أو الوقود التي كانت متواجدة بها وضربت بهذا الشكل. وكان هنالك أيضا انفجارا في إحدى النقاط أو المجالس أو المباني الحكومية لفولنا فاخا أيضا قد ظهرت بهذا الشكل، دمرتها القوات الأوكرانية بصواريخ الهايمرس بحسب ما تحدث عنه الروس. هذه الصور هي قادمة من القوات الروسية، هذه منطقة مهمة للغاية سنلقي نظرة عليها في الخارطة بكل تأكيد. ونشروا هذه الصور لأشلاء صواريخ الهايمرس الأمريكية كما طبعا يزعم ويتحدث وتتحدث القوات الروسية. باختصار شديد للغاية بأننا كنا بحسب هذا التوثيق الذي ترونه بأننا كنا أمام 5 انفجارات متتالية، انفجارين في ماكايفكا وفي فولنا فاخا التي تحدثنا عنها، وكذلك ياسي نوفاتا ونقطة أخرى. وستلاحظ بأنك أمام مصافي ونقاط للطاقة وكذلك مخزنا للسلاح أيضا قد دمر في ماكايفكا. هنالك خطة كبيرة تجري من طبيعة هذه الضربات، بل بعد هذا التوثيق الذي جاء اليوم لهذه الانفجارات جاءت فجأة أيضا لقطات أخرى من ماكايفكا، والحديث بأن هنالك ضربة أخرى لإحدى مخازن السلاح الموجودة في تلك المنطقة. وطبعا هذه المنطقة إذا ما انتبهنا إليها فماكايفكا هنا تحدثنا عن 3 نقاط قد ضربت، وكذلك ياسي نوفاتا أيضا ضربت، منطقة أخرى هنا ضربت، وفولنا فاخا قد ضربت أيضا بهذا الاتجاه. وبالتالي هذا قد يعني ببساطة بأن الأوكرانيين يستهدفون الوقود الخاص الذي تستخدمه القوات الروسية لمدرعاتها، لناقلاتها، لدباباتها التي تستخدمها في الدفاع وفي الخطوط الدفاعية أو خطوط الصد الأول في مواجهة طبعا القوات الأوكرانية التي تقوم بتنفيذ هجوم مضاد كبير. وطبعا نلاحظ أن الانفجارات هي تأتي طبعا في نقاط مهمة للغاية، هذه كلها مناطق فيها امداد كبير للوقود وللسلاح إلى باخموت، إلى أفديفكا، وكذلك إلى فيلكا نوفاسيلكا التي تعتبر محور زاباروجيا، محور مهم للغاية. وبالتالي القوات الأوكرانية أيضا تستغل هذه المسألة في الهجوم من جنوب باخموت، من شمال باخموت لديهم هجوم ناجح بحسب طبعا الاعترافات حتى الروسية. هنالك ضغط كبير جدا على كليتشيفكا التي تأتي إلى جنوب باخموت، وكذلك في أفديفكا تمكنوا من اليوم بحسب نويل ريبورت من التقدم لمسافة 1 كيلومتر إلى جنوب هذه المنطقة، وكذلك أن هنالك تقدما مثيرا يأتي في فيلكا نوفاسيلكا التي ترونها هنا، جاءت طبعا بتفاصيل مثيرة قد نشرت من قبل نويل ريبورتس الذي نشر طبعا بهذا الشكل الذي ترونه. طبيعة أن هنالك سيطرة من القوات الأوكرانية على إحدى المناطق المهمة وهي بريتونا، وهنالك حديث أيضا من ري بارا الروسي تحدث أن هنالك ضغطا على ستارو مايورسكا هنا. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى الخارطة العامة في الخارطة الخاصة بالديب ستيت لنفس النقطة التي تحدثنا عنها، ستلاحظ أن القوات الأوكرانية فعلا قد تمكنت بحسب النويل ريبورت من السيطرة على بريتونا وأيضا الضغط على ستارو مايورسكا، وهذا يعني أن القوات الروسية أصبحت في مشكلة، يجب أن تستمر في الدفاع عن ستارو مايورسكا قدر الإمكان، لأنها إن خسرت هذه المنطقة وسيطرت القوات الأوكرانية على أوريجين أيضا هنا منطقة أخرى تضغط عليها القوات الأوكرانية، فهذا يعني ببساطة أن هذه المنطقة قد تتحول بسرعة إلى منطقة زرقاء، لأنها ستدفع القوات الروسية لخلق خطوط دفاعية بكل تأكيد، وتفقد مرة أخرى كما فقدت ريفنابول هذه المنطقة بأكملها. وهنا القوات الأوكرانية تتقدم بشكل فعال وخطير وليس بالسهل أبدا، وهذا طبعا أيضا يأتي بتفاصيل من ريبار الروسي الذي كان قد تحدث بأن هنالك في هذا الاتجاه تحديدا في بيات خاتكي التي ترونها القوات الأوكرانية الآن هي لا تهاجم في هذه الجبهة لكنها تحشد هنا في هذه المنطقة للتجهيز لعملية هجوم قادمة. بالتالي الأمور تبدو خطيرة للغاية على القوات الروسية في المرحلة القادمة، وقد يعني كل هذه الضربات التي جاءت بصواريخ الهايمرس من قبل طبعا القوات الأوكرانية فيها تجهيز كبير لما هو قادم.
طبعا هنالك أخبار جيدة اليوم بعد ما شهدنا من مفاعل زاباروجيا من اتهامات بين الطرفين بين القوات الروسية والأوكرانية بأن الأوكران سيفجرون مفاعل زاباروجيا أو روسيا ستفجر مفاعل زاباروجيا اليوم. برافادا الأوكراني يؤكد بشكل واضح نقلا عن بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكراني ببساطة بأن الخطر بدأ يقل في مسألة أن يكون هنالك انفجارا أو انصهارا في مفاعل زاباروجيا. والفاينانشال تايمز كانت قد كشفت معلومة مهمة بأن الرئيس الصيني عندما زار الرئيس بوتين كان قد أبلغه بأننا لا نريد أي استخدام للأسلحة النووية من قبلك يا بوتين، بالتالي هنالك فيتو وعدم رغبة صينية في وصول الأمور إلى درجة أعلى، وهذا يفتح فرصة كبيرة للأوكرانيين طبعا للتقدم في المحاور التي يريدون التقدم إليها، خاصة ونحن على بعد 7 أيام فقط من قمة الناتو في ليتوانيا، الأمر الذي ركز عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الذي قال بأننا أمام لحظة مهمة بالنسبة لنا لأمن أوروبا لأمننا. وبالتالي يبدو بأن الأوكرانيين سيكون لهم وستكون لهم ساعات حاسمة بالنسبة للهجوم في المحاور القادمة، خاصة وأن نيويورك تايمز كانت قد كشفت اليوم أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك إرسال القنابل والموافقة على إرسال القنابل العنقودية للأوكرانيين لكي يستخدمونها طبعا ضد القوات الروسية، ستكون مفيدة للغاية، ولكن يجب أن ننتبه أن الروس لن يكونوا سهلين أبدا، فيجب أن ننتبه بأن الخطوط الدفاعية القوية التي ترونها باللون الأسود هنا وهنا وهنا وكذلك بعض الخطوط الدفاعية هنا لم تصلها القوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة. في العدد هم متفوقين القوات الروسية على القوات الأوكرانية، مسألة يجب أن ننتبه إليها كطرف مدافع، وكذلك لا زال لديهم التفوق الجوي الكبير كقوات روسية، ولا زال لديهم الكثير من المبادرة، وخاصة أنهم في حقيقة الأمر يهاجمون في لوغانسك القوات الأوكرانية الموجودة في خاركيف، وبالتالي هنالك مشاغلة من القوات الروسية للقوات الأوكرانية، أي أن القوات الأوكرانية تدافع في تلك المنطقة. ويجب أيضا أن لا ننسى أن الروس لا يتوقفون يوميا تقريبا يهاجمون الأوكرانية والمدن الرئيسية في أوكرانيا بالطائرات المسيرة الإيرانية شاهد 136 المفخخة بالإضافة إلى صواريخ الكروز، وكان هنالك اليوم هجوما بصواريخ الكروز الروسية على ليفيف، وطبعا قد نشرت وزارة الدفاع طبعا الأوكرانية هذه المسألة كما تلاحظون، تحدثوا عن 10 صواريخ من صواريخ الكروز الروسية، أسقطوا 7 منها ولكن البقية قد سقطت في حقيقة الأمر على ليفيف وعلى المدنيين، وكان الدمار كبيرا بهذا الشكل، وبالتالي تضرب البنى التحتية الخاصة بها كانت مستودعات نفطية أو مستودعات للسلاح في المناطق التي أسيطر عليها، سأضرب لك ليفيف وسأضرب كييف، وبالتالي لا بد من عدم الاستهانة بقدرات القوات الروسية، وبالتالي نحن أمام فعلا ساعات كبيرة قادمة في هذه المعركة.